من لبنان الكبير 1920 نحو لبنان الرسالة 2020، عنوان المؤتمر الوطني الذي أقامته مؤسسة أديان برعاية رئيس الجمهورية ميشيل عون ممثلا بوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيير رافول. المؤتمر الذي يستمر ليومين حضرته رئيسة المبادرة الوطنية لمئوية لبنان الكبير النائب بهية الحريري وشخصيات سياسية ودبلوماسية وتربوية واجتماعية وأمنية ودينية. نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الدولة القوية التي تحمي رسالة الوطن عبر ترسيخ القانون والدستور مرجعية وحيدة، وتعزيز المؤسسات الضامنة لحقوق المواطنين وواجباتهم، وتنقية المسار الديمقراطي من الشوائب ولجم الفساد والفاسدين. إن العالم يشهد للرئيس رفيق الحريري كيف استطاع من خلال إعادة الاعتبار للتربية والتعليم والثقافة أن يقدم العلاج الشافي والنهائي لما شاهدناه في سنوات العنف والدمار والضياع، وكيف أننا خلال سنوات قليلة استطعنا أن نعيد لبنان أفضل مما كان، وأننا نجدد ثقتنا بالأساس المعرفي والعلمي للتجربة الوطنية اللبنانية، وأننا ندعو الجميع إلى إعادة الاعتبار للعلم والمعرفة والاختصاص لكي ننهض بلبنان المعرفة الذي هو جوهر الرسالة. ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في تطوير الحوار العلمي والسياسي الجامع حول التجربة اللبنانية منذ إعلان دولة لبنان الكبير حتى يومنا للاستفادة من دروس الماضي والاستعداد للعمل على التغيير المنشود وفق رؤية مشتركة للمستقبل.